لما بنبص ونشوف التحركات المصرية على الصعيد الإفريقي بيبقى فيه روح تفاؤل كده، خاصة مع استقبال الرئيس لنظيره الكيني في القاهرة ومشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر إعادة إعمار الصومال في لندن وزيارة وزير الخارجية لغانا ودول أفريقية أخرى. نحس كده إن في نشاط في الاتجاه ده. يا سلام بقى لو يتم تبني استراتيجية تخلي مصر مركز للتجارة والصناعة واللوجستيات الإفريقي. يعني إيه؟ يعني لما نبص على حجم التجارة اللي ممكن نفيد ونستفيد منها نقدر نتفائل باستعادة مركز مصر في القارة. إفريقيا بتتمتع بتاريخ وشعوب عريقة وثقافتها متنوعة وغنية. القارة دي عبارة عن خيرات مش عارفين نستغلها لمصلحة شعوبها، ولسه الفكر القديم مسيطر باستغلال المادة الخام الإفريقية وتصنيعها في أوروبا وبعدين يرجعوا يصدروا لنا المنتج النهائي بأسعار عالمية. إحنا هنا في مصر عندنا إمكانيات كبيرة نقدر نفيد بيها كل دول القارة، وده عن طريق إنشاء مركز أو مراكز سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو في أي منطقة حيوية، والتعامل مع المادة الخام من أول التخزين لغاية تصدير منتج تام الصنع يبقى عن طريقنا. عندنا أمثلة كتيرة، منها مثلا الكاكاو. الكاكاو بيتاخد خام من الدول المنتجة وبيروح أوروبا بيعاد تصديره لينا تاني مرة تانية في أفريقيا ولغيرنا بأسعار كبيرة، مع أن المادة الخام جاية من عندنا من القارة دي. طيب ما احنا نعمل مركز يفيد أهلنا في أفريقيا واقتصاديات أهلنا في أفريقيا ويفيدنا احنا كمان، ونرجع تاني مركز جذب للأجيال الإفريقية الجديدة. لأننا لو معتمدين على أيام زمان وتاريخ زمان وشخصيات زمان يبقى بنقول للزمان ارجع يا زمان زي ما قالت الست أم كلثوم. وعلى فكرة إحنا أفارقة من بدايات التاريخ. مساء الخير وأهلا بيكم في برنامجكم أسواق وأعمال. النهاردة هنتكلم عن ريادة الأعمال وهنتكلم عن دور البورصة في تمويل الشركات ومشروعات ريادة الأعمال. ده هيكون في الفقرة الثانية والثالثة من البرنامج. أما دلوقتي فنبدأ فقرتنا الأولى من جريدة الأهرام تحت عنوان مصر تبدأ إنتاج الغاز من حقول غرب المتوسط. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح عبر الفيديو كونفرنس الاحتفال ببدء اول انتاج للغاز الطبيعي بمشروع حقول شمال الاسكندريه بالتعاون مع كبرى الشركات العالميه. الرئيس دعا بضروره تسريع العمل بالمرحله الثانيه للانتاج قبل سنه 2019، وده بعد بدء انتاج المرحله الاولى. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان الحافز المبكر للانتاج هو خدمة للشعب المصري، وإن مصر ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم وتسريع عملية الإنتاج. المشروع بيشمل خمس حقول بحرية شمال الإسكندرية باحتياطيات 5 تريليون أدم مكعب، وبمعدل إنتاج 400 مليون أدم في اليوم، هيرتفع تدريجيا إلى 1.25 مليار أدم يوميا بداية من 2019. طبقا لوزير البترول في كلمته بهذه المناسبة، الوزير قال ده كان الكلام بتاعه امبارح عن هذا الموضوع، انما قال ان المشروع بيوفر 5000 فرصة عمل مباشرة وهيوفر 1.8 مليار دولار سنويا. ده الفرق بين الاستيراد والانتاج. في تصريحاته بقى الخاصة بأون لايف منذ قليل وزير البترول وضح ان ربط المرحلة الاولى من المشروع على الانتاج هيوفر لخزينة الدولة 1 مليار دولار سنويا. المشروع ده او مرصود له ان هو يتكلف في جميع مراحله حوالي 9 مليار دولار. احنا لغاية النهاردة بافتتاح المرحلة امس تم انفاق في حدود 4.8 مليار دولار، والحقيقة ان هو بالانتاج اللي احنا ذكرناه لغاية النهاردة اللي هو 700 مليون ادم مكعب في اليوم، ده يقدر يوفر لنا حوالي 2.8 مليار دولار في اليوم، بمعنى انه ده يوفر لنا 1 مليار دولار سنويا. الملة طالب بتخصيص حوالي 145 مليار جنيه دعم للمواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل اللي هيتم مناقشته بمجلس النواب خلال ايام. نشوف الوزير قال ايه.
احنا طلبنا حوالي 145 مليار جنيه مصري. مش عايز اشك، هو العام الحالي كان محطوط قبل التعويم وكان محطوط على 35 مليار جنيه. السنة دي طبعا حقيقة بعد التعويم وبعد إعادة زيادة أسعار برنت طبعا، لأنه كانت محطوطة على 40 دولار لبرميل برنت، هنقفل السنة دي يمكن في حدود 107-110 مليار جنيه. فإحنا طالبين في العام القادم اللي هو 17-18 145 مليار جنيه لقيمة الدعم في الموازنة اللي احنا طالبينها. واتكلم كمان عن تخفيض الكميات المستوردة من احتياجاتنا من 30% لـ10%. احنا خطتنا ان احنا ان شاء الله نوصل على سنة 19 بإذن الله ان ينزل الرقم، يعني عندنا 2017 اهي و18 ونهاية 19 ان شاء الله نوصل للرقم ده، لبدل 30% ان شاء الله نوصله لـ10% فقط من الاستيراد. وده يبقى رقم كويس جدا. ليه؟ لانه لو اخذنا كمان في الحسبان زيادة الاستهلاك السنوية، فيبقى ان احنا ده يحقق معادلة كويسة جدا، ويبقى وفرنا كويس في ان احنا نخلي الاستيراد فقط مقصور على 10%. خبرنا الثاني من جريدة الشروق تحت عنوان علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية تصل للموظفين بعد انتظار عام. بعد انتظار عام ومناقشات كتير، وافق مجلس النواب في جلسته الطارئة على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان أعلن استجابة الحكومة لرغبة المجلس وصرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان الكريم. امبارح كنا قلنا في بداية الحلقة لما الموظفين يقبضوا العلاوة دي من شهر يوليو 2016 بأثر رجعي، والفلوس دي تتصرف قبل رمضان وتتضخ في السوق خلال الأسابيع القليلة اللي جاية، هيحصل ايه في الاسعار؟ اللي الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيقول انها ارتفعت 32.9% على اساس سنوي. يعني احنا علينا دور مهم، علينا دور مهم اننا ما نساهمش في زياده الاسعار ونشتري بس اللي احنا محتاجينه من غير تبذير. الرقم لما نبص له للفرد في حد ذاته قليل، انما اجمالا ده رقم كبير بيعدي الخمسة مليار. فلما الخمسة دول ينزلوا السوق هيبقى فيه تأثير، هيبقى فيه تأثير على الأسعار. وحاجة تانية، رجاء للسادة التجار رأفة بنا جميعا، وانتوا كمان عليكوا دور. نختم فقرتنا بخبر من المصري اليوم تحت عنوان قابيل نواجه محاولات التلاعب في الواردات بحزم. وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل قال ان الوزارة بتواجه اي تلاعب في الشحنات المستوردة سواء كان في نوعية الشحنة او قيمة الفواتير. التعديلات اللي صدرت في قانون القيد في سجل المستوردين خلال شهر مارس اللي فات بتتضمن عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 جنيه وتزيد إلى 1,000,000 جنيه وفقا لكل مخالفة على حدة. الوزير أكد خلال الاجتماع الوزاري المجلس تسيير منظومة التجارة المصرية حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية. من ناحية تانية، وزير المالية عمرو الجرحي قال إن الانتهاء من تطبيق النموذج الجمركي الموحد قرب، وده هيساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة اللي بيتكبدها المستوردين والمصدرين. نطلع فاصل ونرجع نبدأ حديثنا النهاردة عن ريادة الأعمال وتمويل رواد الأعمال. خليكم في أسواق وأعمال. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. إيه الصعوبات والتحديات اللي بتواجه الشركات اللي لسه بتبدأ، واللي بتواجه الناس اللي عندها أفكار لمشاريع سواء كانت مشاريع صغيرة أو مشاريع متوسطة؟ في كام واحد مننا كان نفسه يعمل مشروع وسأل نفسه كده أعمل إيه، وبعدين ما سأل نفسه ولقى العملية معصلجة شوية قال لك خلاص ما بدهاش وما كملش، وبيعتمدوا على حاجات تانية، الوظيفة والتوظيف. طب ليه؟
اهو دلوقتي ولا في وظيفه بقى حكوميه ولا توظيف حكومي. طيب يبقى احنا النهارده لازم نشجع ولازم ننمي رياده الاعمال. احنا النهارده هنحاول ندور على الاجابات اللي بتخص الموضوع ده من خلال ضيوفنا الاعزاء. معي في الاستوديو الاستاذه مينوش عبد المجيد العضو المنتدب لشركه يونيون كابيتال. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ومعانا عبر اللايف فيو الاستاذ ابراهيم مصطفى نائب رئيس شركه مسارات للاستشارات الماليه. اهلا وسهلا بحضرتك معانا استاذ ابراهيم. الاقتصاد العالمي لما بنبص على التطورات في العالم واقتصاديات العالم بنلاقي انها مبنية على القطاع الخاص، مبنية على المبادرات، ده عالميا ومحليا بيعتمدوا بشكل كبير على النمو اللي بيتحقق من خلال القطاع الخاص ده. لما نتكلم على الحالة المصرية هنلاقي ان التحدي الحقيقي اللي بيواجه الحكومة مش بس دعم القطاع الخاص وإنما إتاحة الفرصة لرواد الأعمال لدخول السوق ومساعدتهم في المنافسة وخلق كيانات جديدة، لكن بيقابلهم تحديات جزء منها مرتبط بالبيروقراطية وآخر مرتبط بسيطرة فكرة الشركات العائلية على نموذج البيزنس وغياب مفهوم المؤسسات، ده مش موجود في فكر رواد الأعمال. المواضيع دي هنتكلم فيها النهاردة، ولكن يهمنا ان احنا ناخد رأي الحكومة في هذا الموضوع. ارحب بسيادة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري دكتورة هالة السعيد. اهلا وسهلا بحضرتك دكتورة هالة، بتنضم الينا من كاسابلانكا من الدار البيضاء في المغرب. دكتورة هالة، احنا بنتكلم على الشركات الناشئة، بنتكلم على الستارت ابس، بنتكلم على القطاع الخاص وكيفية تشجيعه وكيفية تشجيع مبادرات الأعمال. حضرتك شايفة أن القطاع ده ممكن ينمو في مصر إزاي؟ وهل المناخ مواتي لي ولا لا؟ طيب طبعا حضرتك بتتكلم على موضوع مهم جدا وهو دور القطاع الخاص، واحنا طبعا مستهدفين في خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم زيادة مشاركة القطاع الخاص بحوالي 55% في الاستثمارات. ولكن هنا احنا بقى بنيجي لنقطه مهمه قوي وهي الفكر اللي موجود، فكر العمل الحر. ده فكر الحقيقه يعني احنا بنحاول في مصر بقى لنا سنوات، لانه اولا احنا بننعم في مصر بان احنا عندنا مجتمع شاب، فاحنا 60% من القوى العامله بتاعتنا شباب، وفي نفس الوقت احنا بنعاني من بطاله، وفي نفس الوقت احنا بنعاني من ان مخرجات العمليه التعليميه ما بتناسبش سوق العمل. فحتى حضرتك لما بتيجي تدور على وظيفه بتلاقي انه في جزء كبير قوي من اللي هم بيلتحقوا في سوق العمل كل سنه مش قادرين، لانه هو سوق العمل بقى ديناميكي جدا، بقى متطور جدا، والعمليه التعليميه مش بقدر التطور ده. الحاجة الثانية انه حضرتك بتلاقي على قد ما في بطالة على قد ما برضو بتلاقي بعض اصحاب الاعمال بيقولك انا بدور على تخصصات ومش لاقيها. فكل الكلام ده الحقيقة بيخلينا نقول انه المشكلة الاساسية في مصر ان انا ازاي اوفر فرص عمل بشكل متنوع، مش بس ان انا بفتح مجالات جديدة وبفتح استثمارات جديدة واربط التعليم بسوق العمل طبعا، لكن مش بس ان انا اخلق مجالات اقدر اوظف فيها الشباب، ولكن انا عايزه الشباب نفسه اللي يفكر في وظيفه لنفسه ويفكر في وظيفه لزمايله وللي حواليه. وده الحقيقه بيجي من روح الابداع والابتكار. هتلاقي ان حتى على المستوى العالمي جزء كبير قوي من الصناعات نفسها ابتدت تنقرض. يعني حاجه لو بص مع وجود الموبايلات هتلاقي مثلا صناعه الكاميرات ما بقتش موجوده. فالتطور ده بيجي من الابداع وبيجي من الابتكار. فاحنا بقى لنا كنا سنوات الحقيقه في الجامعه بنشتغل على فكر العمل الحر وان احنا ننمي، وحقيقه مؤسسات كثيره جدا بتشتغل على تنميه فكر العمل الحر، ولكن كنا بنفتقد وجود الاطار المؤسسي اللي يلم العمليات دي. ففكرنا كده منذ يعني سنه او شويه ان احنا نخلق هذا الاطار. في طبعا مبادرات تمت من الاطار المؤسسي يا دكتوره والمسانده الحكوميه، يعني تهيئه المناخ من جانب الحكومه مش كده؟ بالظبط كده طبعا. ما هي الاطار المؤسسي ده بنشوف بقى في اطراف كتيره بتشارك وبتسنده، فاحنا انشانا دي بقى حاضنات الاعمال، ودي مبادره بشتغل فيها دلوقتي انا السيد وزير التعليم العالي ومعانا برضو السيد وزير الصناعه. بنخلق مجموعه من حاضنات الاعمال، في مجموعه موجوده طبعا كانت موجوده قبل كده، ولكن احنا بنحاول ان احنا نشبكها. حاجه لما الحاجه
بتتشبك مع بعض، المبادرات بتتشبك مع بعضها بتلاقي القيمة المضافة بتاعتها أكتر. فبنحاول إن إحنا أولاً يبقى عندنا حاضنات أعمال بيشارك فيها القطاع الخاص سواء كانت بنوك أو مؤسسات مالية، بتشارك فيها المؤسسات التكنولوجية، بتشارك فيها النهاردة جهات خاصة بالابتكار والإبداع دولية، وبنخلي المؤسسات المختلفة لما المشروعات دي أولاً بتبتدي تدرب الشباب على فكرة العمل الحر، بتدرب حتى أعضاء هيئة التدريس، لأنه مهم قوي أن يكون عضو هيئة التدريس نفسه مقتنع وفاهم الكونسبت عشان يقدر أنه هو يوصله، وتخلق قوة تانية بتقدر أنها تستمر تدرب مجموعة كبيرة قوي من الشباب على فكرة العمل الحر وعلى المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. يعني جزء كبير قوي، وأنا في المغرب النهارده جزء كبير قوي من نمو المغرب قايم على المشروعات متناهية الصغر. هم قدروا يوفروا فرص عمل كبيرة جدا من خلال حجم كبير قوي من المشروعات متناهية الصغر، ودي بتحتاج الأفكار المختلفة، ولكن بتحتاج زي ما كنا بنقول الدعم والرعاية، سواء كانت من القطاع الخاص، سواء كانت من الحكومة، سواء كانت من المجتمع المدني. فالحقيقة الحاضنة اللي احنا افتتحناها في جامعة القاهرة من حوالي أسبوع بتمثل نموذج متكامل لمشاركة الحكومة، سواء كانت وزارة التخطيط، وحدة الابتكار عندنا، وزارة التعليم العالي، وأكاديمية البحث العلمي، وزارة الصناعة ممثلين، المجتمع المدني بمجموعة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بس ممثل فيه سيادة الوزيرة. أنا آسف لمقاطعة حضرتك، ولكن حضرتك لما بتتكلمي على المجتمع المدني وتتكلمي على وزارة التعليم العالي والصناعة والتجارة الخارجية، مش شايفة حضرتك ان من المهم قوي ان احنا نربي هذا الفكر في الاجيال منذ النشأ؟ يعني وزارة التربية والتعليم مش المفروض انها يبقى لها دور اساسي معاكوا في المدارس علشان الولاد منذ النشأ يتربوا على هذا الفكر، ما يستنوش لغاية لما يدخلوا جامعة؟ مظبوط تمام الحاج بتقوله ده، لسه كنا بنناقشه الاسبوع اللي فات برضه، كنا بنقول ان احنا واحنا شغالين هنخلص مجموعه من الجامعات ثم نبدا ننتقل الى المدارس، لانه حضرتك زي ما بتقول كده الفكر ده عايز يبدا من الشاب او من الطفل وهو صغير، يبتدي يفكر يعني ايه يعمل مشروع، يعني ايه يبقى عنده حرفه وتكبر، يفهم ازاي يقدر ان هو يحط مثلا التصور المالي، ازاي يسوق. حاجه بتلاقي انه المنظومه بتلاقي ان حاجه واحد عمل مشروع، إيه لما نبص للمشروعات ليه بتفشل؟ لان هو بيبدا مشروع لكن مش عارف ازاي يسوق، مش عارف ازاي يروح مثلا لبنك او مؤسسه ماليه انها تموله. فاحنا بنحاول الحقيقه في خلال المنظومه اللي اطلقناها من اسبوع تقريبا انها تبقى متكامله، انها بتساعده في كل المراحل الى ان يبيع، الى ان يصدر، الى انه يدخل في صناعه مغذيه كبيره فيبقى هو الصناعه المغذيه بتاعتها. فحاولنا في هذه الحاضنه انها تبقى موجوده بشكل متكامل وتاخد الدعم الحكومي، وهتعرف المثلث الذهبي لاي عمليه تنميه ان تكون هناك حكومه بتشتغل مع مجتمع مدني بتشتغل مع قطاع خاص. ده الحقيقه المثلث الذهبي للتنميه، وطبعا المؤسسات التعليميه مكون رئيسي في عمل اي عمليه تنميه. طيب اخر سؤال سياده الوزيره وحضرتك في المغرب الجميله خاصة في الدار البيضاء، حضرتك بتترأسي اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ايه ابرز الملفات اللي انتوا بتتناقشوا فيها السنة دي؟ بص حضرتك، المنظمة طبعا هي منظمة تابعة لجمهورية الدول العربية، مصر هي دولة المقر، انا نائب المحافظ، والمحافظ هو وزير الخدمة المدنية السعودي، ولكن هو مش هيقدر يحضر فأنا هترأس بالنيابة عنه هذا الاجتماع. وإحنا الحقيقة المغرب بالنسبة لنا أولا العمل العربي المشترك موضوع مهم جدا، المغرب وهي دولة عربية أفريقية بالنسبة لنا تمثل أهمية كبرى، فالتعاون في كافة المجالات، يعني إحنا الاثنين في أفريقيا، حد من الشرق وحد من الغرب، فالتعاون بالنسبة لنا هام جدا، وبنناقش كل الامور الخاصه بعمليه التنميه لاصلاح الجهاز الاداري وكل الامور الخاصه بتطوير الجهاز الاداري، لان طبعا احنا محتاجين، احنا عندنا ملف اصلاح الجهاز الاداري وهو ملف هام جدا الحكومه كلها بتشتغل عليه، ولكن برضه هناك المغرب كان عندها تجربه رائده في اصلاح الجهاز الاداري وفي تحديث هذا الجهاز، فبنناقش طبعا كل الامور الخاصه بالتنميه الاداريه، عمليه الميكنه والتكنولوجيا، عمليه تطوير القدرات الاداريه باحدث الاساليب، التعاون مع المؤسسات الاداريه الدوليه، بحيث احنا نقدر الحقيقه العمل العربي المشترك مستو ان حاجه بتقدر ان انت لما بتتعاون مع اي جهه دوليه، لما بتدخل كقوه عربيه
بتديك قوة وبتديك يعني فرصة يعني المناقشة والوصول إلى اتفاق أفضل عن ما بتدخل في كدولة منفردة يعني. فعندنا ملفات هامة كتيرة خاصة طبعا في مواضيع كتير أحب إن احنا نتناقش طبعاً. فيها مع حضرتك عند عودتك بسلامة الله لأرض الوطن بإذن الله. الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب يبقى إذن هذا الموضوع على رأس أولويات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. مرة تانية برحب بضيوفي الأعزاء النهاردة، الأستاذة مينوش عبد المجيد، ومعانا أيضا بنتكلم النهاردة في موضوع الانتربرينورشيب أو ريادة الأعمال مع الأستاذة مينوش عبد المجيد العضو المنتدب بشركة يونيون كابيتال، والأستاذ إبراهيم مصطفى نائب رئيس شركة مسارات للاستشارات المالية. عايز أبدأ أخد رأي حضراتكم في سؤال مشترك. هبدأ بحضرتك أستاذة مينوش. النهاردة إحنا عندنا فكر الانتربرينورشيب أو ريادة الأعمال، وهذا الفكر الذي يعتبر يعني كلمة كبيرة بالنسبة للشباب بتاعنا، ولو أننا عايزين نشجعهم في هذا الإطار، ولكن في خلط ما بينه وبين الشركات العائلية والبزنس العائلي القديم. إزاي نشجع وننمي الفكر ده في شبابنا اللي زي ما الدكتورة هالة قالت بيمثل 60% من طاقة العمل المصرية؟ طيب اولا انا بس عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا. الانتربرينورشيب مش المفروض يكون في خلط خالص ما بينه وما بين الشركات العائليه، لانه الاثنين كونسبتس. احنا لما بنيجي نتكلم على الشركات العائليه في مصر مصطلحات مختلفه تماما. لما بنيجي نتكلم كمان على الشركات العائليه في مصر دايما بنربطها بالملكيه. الشركات العائليه في العالم كله لها علاقه بالفكر. يعني حضرتك ممكن تلاقي شركه مملوكه لعائله موجودين في كذا دوله في العالم، مدرجه في البورصه، ولكن لا يغلب عليها طابع وفكر الشركات العائليه، من اللي هو من مبدا انه مفيش افصاح، في فرديه في اتخاذ القرار، الكلام ده كله. فده بالنسبه للشركات العائليه. ممكن يبقى عند حضرتك جوه الشركه العائليه في فرد فيها بيقود هذه الشركه entrepreneur او من رائدي الاعمال، ومره تانية ده كونسبت مش مرتبط بالسن. ستيف جوبز فضل entrepreneur لحد ما توفى. رياده الاعمال لها علاقه بالافكار الجديده، بقدره الشخص على انه ياخد مخاطره معينه. يعني ايه رياده اعمال؟ يعني في رياده الريادة، فكر جديد، مبادرة جديدة، مخاطرة جديدة. والمبدأ ده على فكرة مبدأ حديث، ما كانش موجود في السبعينات. ده مبدأ دخل كعلم في البيزنس سكولز في أمريكا في الثمانينات، وبدأوا يعرفوه مع البوم الاقتصادي اللي حصل في بداية الثمانينات في أمريكا بالظبط، اللي بعد كده وصلت لي إن إحنا كان عندنا عدد كبير جدا من الشركات اللي ظهرت زي جوجل وأبل والكلام ده كله. ففي حاجة مختلفة، في مخاطرة معينة بتتاخد، في إيمان بالفكرة، وفي إنه الشخص ده بيتابع تحويل الفكرة دي إلى شركة، ثم من مجرد شركة صغيرة إلى شركة متوسطة الحجم، ثم إلى مؤسسة كبيرة بتقدر إنها تستمر، زي ما مؤسسة أبل مثلا استمرت النهاردة بعد ستيف جوبز، بعد ما الشخص أو الشخصين دول زرعوا البذرة الأولانية. يعني تستمر من غير ما رائد الأعمال اللي بدأها يفضل ممارس فيها. ده هو الشطارة. احنا عندنا، ودي احصائية عالمية موجودة، 25% فقط من الستارت ابس او الشركات الجديدة بتقدر توصل للسنة الخامسة بتاعتها، بتقدر تكمل وتستمر. فالحكومة النهاردة لو هتدعم الشركات الستارت ابس حلو جدا، بس ما بعد الستارت اب المرحله الثانيه، الشركات بتمر بخمس مراحل معروفه في الـ، يعني لما نتكلم في الـ في الـ في الـ في البيزنس سكولز الشركات كلها بتمر بخمس مراحل مختلفه. فان استمراريه الشركه دي هو هنا ان احنا بنحول الفكره الى شركه ومؤسسه بتستمر ما بعد، سواء بوجود رائد الاعمال او لا، او ممكن رائد الاعمال نفسه حوكمه الشركات وتحويل الشركه عن طريق ممكن رائد الاعمال نفسه يمشي ويروح يعمل حاجه جديده، لان هو طبعه على طول عايز يعمل حاجه جديده، وده اللي بيحدد استمراريه الكيان من عدمه. طبعا
لانه الافكار مش بس هي اللي كلنا عندنا افكار مبتكره جدا، ولكن تحويل الفكره الى شركه، الحصول على تمويل، اقناع المستثمرين بالفكره دي، ثم بعد على الحصول على التمويل، توظيف التمويل ده بيكون وبيتم ازاي. استاذ ابراهيم، هل حضرتك متفق مع نفس الكلام اللي قالته الاستاذه مينوش، ولا ليك فكر تاني؟ اولا برحب بالاستاذه مينوش معانا في الاستوديو، برحب بحضرتك، وعايز اكد بس ان انا متفق معاها في حاجات كتير من اللي قالته، بس في نفس الوقت عايز اتكلم في حاجه تانية، ان انا لو بتكلم على انتربرينورشيب ورياده اعمال يبقى لازم اتكلم على حته التثقيف والتوعيه. بمعنى ان انا لازم عندي مؤسسات بتعمل على هذا المجال، بمعنى ان بروح مثلا انا بعمل برامج توعيه لكل واحد عنده فكره معينه، او حد او ناس بتفكر عندها افكار ومش عارفه تلجا لمين، يبقى في عندي مؤسسات بتروج لفكر رياده الاعمال، وفي مؤسسات كتير موجوده في المجتمع، في مبادرات كتيره جدا، تمام؟ فتحويل الفكره لمشروع هو ده الاساس، انك بتحول الفكره، عندك فكره محدده وبتنتقل بيها من مجرد فكره تحتضنها انك تقومها توصل لغايه مشروع. المشروع ده يبدا صغير، بعد كده يتحول لمتوسط، بعد كده يبقى كبير. فده التحول من فكره لمشروع، سواء صغير او متوسط او كبير. طيب خليني استاذن حضراتكم بس اقرا لحضراتكم بيان صادر من وزاره الماليه حاليا، بيقولوا ان وزاره الماليه تؤكد صرف العلاوه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية دفعة واحدة وقبل رمضان 2.3 مليار جنيه من الخزانة العامة، 2.3 مليار جنيه تكلفة، اللي هيستفيد 3 مليون موظف، وان جميع الاجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة تم استيفائها، وسيتم الصرف دفعة واحدة للعاملين من الجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التي وافق عليها مجلس النواب بالأمس. يبقى إذن الإجراءات التنفيذية لصرف العلاوة 10% من يوليو 2016 تم اتخاذ جميع الإجراءات لصرفها، يعني العملية دلوقتي عبارة عن وقت علشان الناس تستلم العلاوة بتاعتها. مرة تانية برجع أرجو المواطنين واللي هيتم اللي هيقبضوا العلاوة دي، أرجوكم اشتروا الضروري فقط علشان ما نعانيش بعد كده من ارتفاع الأسعار. كل لما الفلوس دي بتتضخ في السوق مرة واحدة، كل لما الأسعار هنشوفها إنها بتزيد. فالاحتياجات الأساسية في الفترة الحالية هي ضرورة قصوى لنا جميعا. النهاردة لما أنا أجي في مجتمع زي مصر، من ضمن الأولويات بتاعتنا إن احنا نشجع القطاع الخاص، نشجع رائدي الأعمال، نشجع الشركات العائلية، نشجع كل من لديه فكرة جديدة يمكن تطبيقها بأنه يقوم بتنفيذها. ومن هنا المبادرات اللي صدرت واللي تمت، زي مبادرة الرئيس مثلا ال 200 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك وغيره. هل المناخ مؤهل ومجهز لتشجيع مثل هذه المبادرات وفكر ريادة الأعمال في مصر؟ المناخ عامة لسه غير كافي وغير مؤهل، ولكن المصريين عندهم بالفعل حس ريادة الأعمال عندهم، وفي الفترة اللي فاتت خصوصا في الخمس ست سنين اللي فاتت كان في مبادرات كتيرة جدا من الحكومية وغير حكومية وقطاع خاص وكذا، حضانات ظهرت ابتدت انها تحتضن الافكار الجديدة دي والشباب دي، ولكن بتظل عدة تحديات وعدد مشاكل. اول حاجة مثلا الفولو اب، احنا بنخرج عدد كبير من الستارت ابس من السبع او الثمان حضانات اللي موجوده في مصر، وفي بعض من الحضانات دي حضانات تابعه لوزاره الاتصالات وللحكومه، ولكن ماذا يحدث للشركات دي بعد كده؟ بعد لما بياخدوا البذره الاولانيه من التمويل، الفولو اب بيتم. طب خلينا نبتدي واحده واحده. اتفضل. يعني انت عندك حضرتك الفكر بتاع
ريادة الأعمال أو الفكرة الجديدة ويتم تطبيقه. وهنا أستاذ إبراهيم برضو أرجوك قول لي رأيك في هذا الموضوع. يعني دكتورة مينوش بتتكلم على ما سيتم لتشجيع والمناخ، ولكن أنا عندي تجربة وشفناها، التجربة بتاعة أهلنا السوريين مثلا اللي جم مصر. لما تبص على أهلنا السوريين في مصر هتلاقي أن كل واحد فيهم جه وبدأ مشروع، حتى لو كان مشروع صغير انه بيبيع حاجة في الشارع مثلا. يعني الفكر ده في حد ذاته والمعوقات ما كانتش مانع لدخولهم السوق اذا جاز التعبير. هل ده ثقافة بالنسبة لنا ولا ايه؟ ما دي زي ما قلت لحضرتك، ده الفرق ما بينك يبقى في عندك ثقافة ريادة الاعمال، يبقى الشخص نفسه عنده القدرة على تحويل الفكرة بتاعته لمشروع. فده اللي بيفرق من شخص لآخر. يعني أنا كانتربرنور عندي قدرة على المخاطرة، أقدر أخد قرار المخاطرة نتيجة إن عندي ثقافة، أنا بحب إن أنا أروح لاتجاه المخاطرة وأعمل مشروعات سواء في أي نوع من المجالات. يعني هدي مثال مثلا، يعني في الهند، يعني دي من التجارب القديمة جدا في موضوع المشروعات الصغيرة المتوسطة. يعني كانت الحكومه دايما بتشجع الافراد وبالذات في المحافظات النائيه، عندهم الولايات النائيه، عشان تعمل مشروعات لهدفين، انها تشغل الناس واحد، اتنين عشان تحد من الفقر اللي كان موجود عندها. فالهند من التجارب المميزه في موضوع تشجيع المشروعات الصغيره المتوسطه، ودايما بتضع تخلق الاطار المؤسسي وكافه البرامج اللي بتساند المشروعات الصغيره المتوسطه على البدء والنمو. هذه برضو في كوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه عندك 87%، يعني القطاع المشروعات الصغيره المتوسطه بتوظف حوالي 87% من اجمالي العماله هناك، وتمثل حوالي 99% من القطاع الصناعي. فانت لازم تشجع هذا القطاع، لانه قطاع موظف للعماله، سهل انه يبدا طالما عنده افكار، بس توفر له المناخ الملائم والحضانات اللي بترعى الفكره وتحويلها من مجرد فكره لمشروع. وده بيتطلب منك على مستوى الحكومه يبقى عندك جهاز منوط بيه، يكون الاب الروحي او الاب الشرعي اللي بيحتوي كل المبادرات تحت منه كل المبادرات، عشان تقدر لما حد يجي لك عنده فكره تقدر توجهه صح، تقدر تسنده صح، تديله كل المهارات اللي محتاجها، سواء مهارات اداريه او تسويقيه، او توجهه ازاي يعمل دراسه جدوى، او يعمل خطه تسويقيه. توفر له، يبقى اذا توفير المناخ هو الموضوع الرئيسي. احنا النهارده عندنا زي ما كان بيقول الاستاذ ابراهيم، النهارده بيقول وفر له المناخ وخلي ليه اب روحي علشان يتبنى المشاريع. طب ما احنا عندنا مثلا امبارح او من كام يوم في جهاز لتنظيم المشروعات الصغيره والمتوسطه. ايوه. والجهاز ده تم انشاؤه وبيضم صندوق الاجتماعي التنميه والاي ام سي مركز تحديث الصناعه والاي تي سي مركز التدريب الصناعي والجهاز نفسه. فبقى عندك مكبب، بقى عندك يعني كيان كبير قوي ولازم يندمج مع بعضه، وهياخد مده الاندماج مع بعضه علشان اشجع فكر رياده الاعمال والمشروعات الصغيره والمتوسطه. هل احنا ماشيين في الطريق المظبوط؟ كفكره ان احنا يبقى عندنا جهاز واحد وان ستوب شوب بيتعامل مع المشروعات الصغيره، ولكن حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، اكيد هياخد وقت عشان يندمج كل الكيانات دي كلها مع بعض. وهل ده هيعطل المانديت والهدف الاساسي للجهاز او لا؟ انا الحقيقه لسه لحد دلوقتي يعني محتاجين ان احنا نشوف اللائحه اللي هتنظم الجهاز هيبقى شكلها عشان نقدر ان احنا نحدد. ولكن زي الاستاذ ابراهيم ما اتكلم وقال، البيانات مشكله في مصر عامه حتى للشركات الكبيره. قاعده صح. ما بال حضرتك الشركات الصغيره اللي هي غير قادره انها تجيب شركه تعمل لها مثلا دراسه سوق، دراسه جدوى، الكلام ده كله. وده ليه تكلفه؟ ليه تكلفه عاليه جدا. دي اول حاجه من ضمن التحديات. يعني احنا دايما لما بنتكلم دايما بنبص على المشروعات الصغيره والمتوسطه انه التحدي الاكبر هو الحصول على التمويل. ده مش حقيقي. لانه احنا شفنا مثلا البنك المركزي، اعتقد تجربته دلوقتي مر عليها 6-7 شهور، محتاجين ان احنا نرجع نشوف النسبه بالظبط، حقق النسبه اللي فعلا تم صرفها للمشروعات دي شكلها ايه. فمش ده التحدي الاكبر انا في وجهه نظري انا للمشروعات الصغيره والمتوسطه. في تحديات اخرى الحكومه عليها انها
تبص عليها، قاعدة البيانات. الأستاذ إبراهيم برضو اتكلم على حاجة مهمة جدا بالنسبة للثقافة، يعني وأتمنى لو الدكتورة هالة لسه تكون سمعينا، في ماليزيا مثلا لهم تجربة إن عملوا كورس إجباري في جميع جامعات ماليزيا على الانتربرنورشيب، عشان اي حد ان شاء الله يكون طالب في هندسة او في كلية الطب يبقى عنده نفس الفكر ده بتاع رواد الاعمال. فالتعليم مهم جدا ان احنا نقدر نبقى عارفين ريادة الاعمال دي تتطلب ايه، وعلشان انا احول فكرتي لمشروع وشركة ايه بالظبط المطلوب مني والسكة اللي انا همشي فيها ايه. وجود الجهاز هيعمل كيان واحد يقدر على رواد الاعمال انها تتعامل معاه، ونرجو ان هو فعلا يكون يعني هيقوم بالدور المطلوب ده. انا عايز امسك نقطه التحديات ومنها موضوع التمويل. يعني حضرتك قلتي في تحديات كتير لازم الحكومه تبتدي تتناولها. أيوة. ومن هنا لازم يبقى في مشاركه وحديث ومباحثات ومناقشات ما بين القطاع الخاص والحكومه والمجتمع المدني. استاذ ابراهيم حضرتك شايف ايه اهم التحديات اللي موجوده اللي بنواجهها حاليا؟ اول حاجه خلينا نتكلم في موضوع البيروقراطيه. طبيعه المشروع الصغير والمتوسط يعني مش محتاج يبقى عنده اجراءات كتيره عشان ياسس الشركات وياخد وقت كتير جدا. لو جينا التجارب حتى التقارير الدوليه زي تقارير البنك الدولي بتاع ممارسه الاعمال، اصلا لما بيقيس الترتيب الدول بينظر بعين الاعتبار للمشروعات الصغيره المتوسطه، حتى المنهجيه بتاعته حاصرها في شركات متوسطه وصغيره. يعني في تاسيس الشركات نيوزيلندا رقم واحد على العالم، بتاسس الشركه في خطوه واحده في نص يوم. ليه بيقول لك نص يوم؟ عشان هو الاجراء عنده بيقيسه في يوم. فلما بيقول لك لما بتبقى عمليه تاسيس مميكنه ما بتاخدش وقت، تمام، بيعتبرها نص يوم. فانت محتاج برضو تبص العين في عين الاعتبار لاجراءات تاسيس الشركات بالذات الصغيره والمتوسطه، لان ده بياخد وقت جدا. اثنين، الحاجه الثانيه ما يتعلق بمشكله التمويل. المشكله مش في التمويل، مشكله في اجراءات الحصول على التمويل، انك تعد هذا المشروع او هذه الفكره للحصول على التمويل. يبقى اذا عندنا البيروقراطيه والتمويل دول موضوعين في غايه الاهميه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في برنامجكم اسواق الاعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. اذا رياده الاعمال والشركات العائليه ومناخ تشجيع الاستثمار في هذا القطاع تحديدا هم موضوعات اليوم. ضيوفنا الاعزاء الاستاذه مينوش عبد المجيد العضو المنتدب لشركه يونيون كابيتال، والاستاذ ابراهيم مصطفى نائب رئيس شركه مسارات للاستشارات الماليه. اهلا بحضراتكم مره تانية. طيب النهارده كان الاستاذ ابراهيم بيتكلم على حاجتين، بيقول النهارده عندي مشكله البيروقراطيه، دي اول حاجه بيقول تحدي رئيسي، والنقطه الثانيه هو موضوع التمويل. حضرتك شايفه ايه تاني التحديات والمعوقات؟ قاعده البيانات برضو من الحاجات المهمه جدا، تدريب رواد الاعمال على تحليل البيانات وان هم يعملوا ميزانيات، لان هو لو هيروح النهارده جزء من التحدي بالنسبه للحصول على تمويل انه يبقى فيه ميزانيات معتمده من مراجع قانوني سليمه، وتبقى بتعكس بالفعل الاداء بتاع الشركه. لو هو لسه شركه ستارت اب هيبقى محتاج يعرف ازاي يعمل بزنس بلان، يعمل دراسه جدوى او دراسه ماليه عن المشروع بتاعه. الاستاذ ابراهيم كان بيقول لك في الاول ايه، بتعتمد على الثقافه، والدكتوره هاله كانت بتقول لك ان هم في تعاون ما بينها وما بين وزاره التجاره والصناعه والتعليم العالي. عايز ارجع برضو لنقطه التربيه والتعليم والطفل والنشء في مصر. يعني احنا دايما عندنا مشاكل، بنقول ايه، لازم نعلم ولادنا ازاي يتعاملوا مع السياح، لازم نعلم عيالنا ازاي يتعاملوا من ساعه من هم في حضانه. طب مش لازم نعلم ولادنا ان هم يعتمدوا على نفسهم ويبقى عندهم افكار وفكر يقدر ان هو
يشق حياته بافكاره وبمبادراته اذا جاز التعبير؟ طبعا طبعا حضرتك لما جبت التجربه السوريه اعتقد انه عبر الزمن السوريين والحضاره السوريه معتمده الى حد كبير على التجاره، فهم عندهم من الثقافه من ولاد صغيره، هم عندهم الثقافه دي، فبالنسبه له هو رائد اعمال من وهو صغير، وهو تاجر وهو بياع، عنده جزء الماركتينج والسيلز دي طبيعيه عنده، يعني في الجينات بتاعته زي ما احنا بنقول. احنا في مصر محتاجين ان احنا فعلا نربيه، ويبقى فيه زي ما كنت قلت لحضرتك ان في كورسات اتعملت في كذا دوله عالميه اجباريه في الجامعات وفي المدارس عن رياده الاعمال، عن كيفيه كتابه دراسه جدوى، عن انك ساعات بيعملوا تجارب زي موك اب كده، انه حد خد فلوس واستثمر في كذا مشروع والكلام ده كله، ومين مين اللي حقق ارباح ومين اللي ما حققش ارباح. التجارب دي يجب ان تعمم في بعض التجارب داخل بعض الكليات في جامعه القاهره وعين شمس، ولكن هل هي كافيه ام لا؟ استاذ ابراهيم، في دول ربطت التعليم بسوق العمل، والنهارده ده في حد ذاته موضوع اعتقد ان احنا بيتم مناقشته. هل ده ممكن يكون تسهيلا لتوسيع هذا الفكر؟ انك تربط التعليم بسوق العمل، هو انت بتوجه اللي اتعلم ده وتوجه صانع صاحب العمل في اتجاه محدد، ان انا لو انا بدرس حاجه معينه اكيد بشوف الماركت محتاج ايه فبتوجه اليه، في نفس الوقت صاحب العمل بيقول احتياجاته وبيتم الدمج بين الطرفين. يعني في مثلا في المدارس حتى في التعليم المهني في مصانع بقت تنشئ مدارس متخصصه لنفسها، في مجال الغزل والنسيج في مصر في بعض المصانع انشات مدارس فنيه طبعا ليها عشان بقت ده احتياج ليها، فبرضه لازم الدوله تفكر ازاي توجه التعليم بتاعها سواء تعليم عالي او تعليم مهني تجاه متطلبات سوق العمل، وده بيتطلب منك تبقى عارف الماركت او السوق محتاج ايه بالظبط. طب قول لي بالنسبه للتشريعات اللي موجوده في مصر، في دول كتيره مثلا هل هي مشجعه وبتوجه الثقافه بتاعتك والفكر بتاعك الى هذا الاتجاه؟ لا، خليني اقول بصراحه لا، لان مثلا في دول مثلا زي كوريا الجنوبيه وزي اليابان طلعوا تشريعات متخصصه بتشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه، قوانين تشجيع خاصه بيها، زي مثلا يقول لك لو في شركات كبيره، الشركات الكبيره لازم تستعين مثلا بمدخلاتها بحوالي 30% من انتاجها من المشروعات الصغيره والمتوسطه، فده يشجع ان الناس تتجه للمشروعات الصغيره والمتوسطه عشان تنتج نسبه 30% دولت. تاني حاجه شجعت مثلا التعاقدات الحكوميه انها تخصص جزء منها مثلا للمشروعات الصغيره والمتوسطه، سواء تعاقدات من الباطن او تعاقدات مباشره، فانت بتشجع الفكر ده من خلال قوانينك في سواء بانشاء اجهزه طالعه هذا المجال وتنظم القانون بتاعها، او انشاء قوانين خاصه ببرامج دعم او برامج تشجيع لهذا القطاع، فدي كلها تجارب دوليه. فبس بقول لحضرتك كده كوريا واليابان مثلا عملوا الاتجاه ده، عملوا قوانين متخصصه لتشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه. استاذ مينوش، ايه اللي احنا محتاجينه من ناحيه التشريعات لتشجيع فكر رياده الاعمال؟ انا متفق مع استاذ ابراهيم في كل اللي هو قاله، انه يبقى في تشريعات بتحفز الشركات الكبيره انها تتعامل مع الشركات المتوسطه والصغيره، وبتحفز رواد الاعمال هم نفسهم ان هم يعملوا المشروع بتاعهم. احنا في جزء احنا ما بنتكلمش فيه خالص، وهو ده اللي هو قانون الافلاس. ده المفروض طالع، يعني ما هو بس ده لحد النهارده تحدي على جميع الشركات في مصر، ما بالك حد لسه من رواد الاعمال بيبتدي ممكن ان هو يكون عنده يعني تداعيات قانونيه جامده جدا لو المشروع بتاعه ما نجحش. ففي تشريعات كثيره جدا المفروض انها تبقى بالاضافه انها بتشجع مناخ الاستثمار ككل في البلد، بس بالفعل زي ما الاستاذ ابراهيم قال انها تبقى متخصصه بس ده من ضمن حزمه التشريعات اللي الحكومه مقدماها. أيوه. او بتحاول الانتهاء منها. أيوه. فاذا
نقدر نقول ان الفكر ده موجود لدى الحكومه؟ ايوه طبعا. ومحتاج ان هو يمشي زي ما هو ولا يتعدل شويه؟ اعتقد انه الـ 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 السرعه اللي الحكومه ماشيه بيها المفروض تكون اسرع من كده شويه، لانه احنا ما نقدرش ننكر دور المشروعات الصغيره والمتوسطه في حل ازمه الـ 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 البطاله في مصر، ودي حاجه ملحه جدا لمصر. الحاجه الثانيه انه النهارده مع تحرير سعر الصرف اصبح في ضروره قصوى جدا انه يبقى في شركات جديده، مصانع جديده بتنتج اللي هي الامبورت سبستيوشن، بدائل للمنتجات المستورده. فكل الحاجات دي لازم انها المناخ ده يكون مواتي وموجود للمشروعات دي انها تشتغل. مش محتاجين ان يبقى في حوار ما بين مجتمع الاعمال والمجلس، مجلس النواب والاعضاء اللي فيه المختلفين يعني بمختلف الاتجاهات لتوصيل هذا الفكر بصوره اكبر؟ طبعا. أستاذ إبراهيم، هل تتفق مع هذا الطرح أم لا؟ جماعات الأعمال ما بين المؤسسات الحكومية سواء برلمان أو أجهزة حكومية، لأن ده تواصل الحوار ده مهم جدا، لأن أنت بتتعرف على المشاكل الموجودة، اقتراحات حلول، فأنت كأنك جزء أصيل من عملية التنمية. أستاذ إبراهيم مصطفى، النائب رئيس شركة مسارات للاستشارات المالية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الأستاذة مينوش عبد المجيد، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. مرة تانية بس أحب أفكر السادة المشاهدين بالبيان اللي صدر من وزارة المالية بصرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية دفعة واحدة، وإن الإجراءات التنفيذية تم اتخاذها. قبل ما نختم بس هنروح لندوة، الندوة دي في الغردقة عن دور الإعلام في محاربة الإرهاب، والندوة دي بيشارك فيها المهندس حسام صالح المدير التنفيذي لإعلام المصريين من الغردقة. نشوفكم يوم الأحد على خير بإذن الله هنا في برنامجكم أسواق وأعمال.